بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في درجة جديدة إن شاء الله من قناة تقني معلومات. اليوم إن شاء الله سوف أريكم مستشعر للضوء بسيط جدا، وقمت بعمله بمواد بسيطة جدا، هي عبارة عن أسلاك نحاسية زائد قاعدة علبة صودا أو بيبسي أو أي علبة معدنية من هذا النوع. إذن كل ما عليك هو الحصول على هذه القاعدة، ثم تقوم بثقبها من الوسط وتضع أي ليد متوفر لديك، أي لون، مجرد أن تضع الليد في هذا المكان بهذا الشكل وسوف يصبح المستشعر جاهز. إذن سوف نقوم بفحصه بالأوفيميتر على عدة فولتيات حتى أريكم كيف هو يتحسس الفولتية، وسوف أيضا نفحصه في هذا اللايت. أولا سوف نقوم بربط أقطاب هذا المستشعر بهذا الشكل حتى يكون الفيديو واضح للجميع إن شاء الله بهذا الشكل، وسوف نفحص بداية من 200 ملي فولت. سوف نفحص بداية من 200 ملي فولت. إذن سوف نقوم بالتشغيل بهذا الشكل، وكما ترون هناك قراءة. عندما أضع يدي على هذا المستشعر يصبح صفر الفولتية، أما عندما أقوم بإبعاد يدي يقرأ كما ترون هنا، هذا هو المستشعر. إذن سوف أقوم بفحصه أيضا على 2 فولت أيضا، عفوا هنا هو يقرأ. وأيضا سوف أفحص على 20 فولت. إذن سوف أستخدم اللايت، انظر انظر الفولتية التي أعطاني إياها، عندما أطفي يصبح صفر، وسوف أفحص أيضا على 200 فولت. إذن يعطيني هذه القراءة كما ترون، فقط قم بالتركيز على القاعدة بشكل صحيح وسوف يعطيك القراءة الحقيقية الصحيحة. وأيضا سوف نقوم بفحصه على 1000 فولت، هذا هو 1000 فولت كما ترون هنا. سوف أقوم بتشغيل اللايت على هنا، يعطيني 1 فولت. كلما تقوم بالتركيز بالنهاية تقبلوا تحياتي من قناة تقني معلومات. إذا أعجبك الفيديو لايك ومشارك سبسكرايب على قناتي، وشكرا جزيلا لكل من يتابعني، شكرا جزيلا لكم.